اعتداءات متواصلة ونزوح جماعي من القرى الحدودية بسبب استمرار القصف التركي على المناطق الجبلية العراقية المحاذية للحدود التركية. أغلب الأهالي رحلوا عن منازلهم بعد أن خلف القصف أضرارا مادية كثيرة وزرع الخوف والرعب في نفوس الأهالي الذين وجدوا أن الاتجاه جنوبا نحو المدن والأقضية هي السبيل الوحيد لنجاتهم. تركيا والبككة حولوا كردستان إلى ساحة قتال. نحن في هذه القرية ما يقارب 50 منزلا خلت من العوائل بعد أن طال القصف التركي هذه المنطقة. تعرضت القرية إلى قصف صاروخي، كنا في منازلنا وتطايرت علينا الشظايا من كل مكان، كما أن زجاج المنازل تهشب بالكامل وكانت هنالك شظايا عديدة قد سقطت على أسطح المنازل وعلى أماكن متعددة أخرى من القرية. من تبقى من أهالي القرى عللوا سبب بقائهم لحماية المنازل ورعاية المواشي، وطلبوا الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان للتدخل السريع ووقف هذه العمليات التي تهدد أمنهم وسلامتهم، وإن مناطقهم ليست ساحة لتصفية الحسابات السياسية. نطلب من الإقليم الكردستان وحكومة العراق أن يوقف هذا النار اللي مشعولة في شمال العراق، وخاطر إن شاء الله يرجعون أهل المنطقة على بساتينهم وعلى أراضيهم، لأنه ما عندنا لا شغل ولا عندنا هذا الزراعة، الزراعة هم راحت من عندنا بيش نعيش. مطالبات مشروعة من أهالي القرى بوقف إطلاق النار وتأمين العودة إلى الديار. سرايات العراقية الإخبارية من قضاء زاخو.